مستمرة وكرة ملعوبة عادت من جديد الآن خطيرة لا تزال بالراس الله فعلها ديوب فعلها ديوب تحرك راس ديوب فتحركت الشباك الله على عرضية والله على رأسية والله على هدف أول في المباراة من دون أي رقابة من دون أي رقابة كيف تترك ديوب كيف تترك ديوب بهذه الطريقة وهو المتخصص بالضربات الرأسية شوف تعدي من أمام المدافعين ويلسعها على طول واحدة في الزاوية على يمين حارس المرمى دودو أو ديدا يسجل أول الأهداف هذا هو ديوب مسلم وأحمد يعقوب وهذه الله قال لي وقف قال لي وقف ظفراوي سلام ظفراوي سلام سلام ظفراوي سلام لوكاس كاديدو يسجل اسمه بحروف من ذهب يسجل ثاني الأهداف شوف الرأسية الله يتفرج عليها ديدا ونتفرج عليها نحن في هذه المباراة هدف ثاني الآن للظفرة هدف ثاني للظفرة كانديدو قال لي وقف عن المعلومة وأنا اللي راح أعطيك أحلى وأجمل معلومة نعم هدف ثاني للظفرة لدينا الآن خطأ كرة اللعب للأمام خطيرة الله الله لن يكون الأخير لن يكون الأخير نعم رغم أن الآن ثلاثة أهداف في المباراة إلا أن لن يكون الأخير 2-1 حمدان البارود حمدان ناصر البارود شوف الكرة الماضية هنا الخطأ بعد ذلك العرضية نعم خرفكان قد يعود لأنه يمتلك لاعبين مميزين ويمتلك أيضا أسماء ويمتلك مدرب كبير كرة تعود إلى الشباك الآن عاد أبناء الخور قلصوا الفارق أبناء الخور ما عجز عنه نفسه أيضا وزملاء وهذه كرة ديوب هذا ما هو ديوب لا 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 ليوناردو ليوناردو إذا يسجل الهدف الثالث الآن للظفرة الثالث الآن للظفرة ليوناردو أوفور ليوناردو أوفور يسجل الهدف الثالث الآن للظفرة 3-1 الظفراوي على الفوز ناوي الظفراوي على الفوز ناوي هكذا هو شعارهم الآن رأسية رائعة ليونارد ليونارد إذن يسجل الهدف الثالث الآن شوف الكرة العرضية شوف ورأسية لا 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 يا دوغلاس لا يا دوغلاس يعني عدم رقابة جيدة وهدف جميل جدا بالفعل للظفراوي الآن اللي يسجل الهدف الثالث الهدف الثالث يبتعد الآن الظفرة بفارق هدفين في هذه المباراة لتصبح الآن 3-1 3-1 تتذكرون كلامي لما أقولكم في أهداف قادمة كرة اللعب حمد اسماعيل بشكل حلو يلعب كرة الآن جوالهير خلصها خلصها الظفرة جيم اوفر خلاص رباعية ظفراوية وفرحة في المدرجات نعم فرحة في المدرجات رباعية الآن للظفرة في هذه المباراة الله على التمريرة كانت الله على التمريرة شوف 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 يا سلام يا سلام مين اللي مرر هل محمد اسماعيل محمد اسماعيل محمد اسماعيل هو اللي مررها وجوال هيرب يستحق أن يسجل في هذه المباراة لما قدم أيضا من أداء ممتاز على شمال حارس المرمى ديدا الظفراوي يضرب هذا فور ويل ما شاء الله بالدفع